السلام عليكم خوتي، بخير. معكم ميكانور، فيديو جديد. سمحوا لي على الطول اللي طولنا لكم، على ظروف صحية وخلاص. مهم اليوم غادي نهضر معكم على الفيتاس. الناس اللي عندها الفيتاس في الصباح، كينوض في الصباح كيبغي يدوز الفيتاس، كيكون قاصح شي شوية وكيبرك على لومبريج قاصح. اين فوا كدور الطوموبيل كتمشي واحد مثلا واحد نص ساعه د المكانه، اكثر، كيولي فيتاس عادي، كيدوز مخير ليبر، مخير الامور مزيان. كيولي هذاك عنده مشكل في الزيت ديال لابواط. الزيت ديال لابواط خصك دير ليا، انا كنهضر بالنسبه الحديد كاع كامل. خلينا من الحديد القديم، راه بطبيعه الحال كيديروا له زيت ديال 90 على حسب البينيويات. البينيويات كيكون عندهم الرورمات ديالهم، كيكونوا ضروري خصهم زيت قاصحه ديال 90. انا نهضر لك على الحديد الجديد. بالنسبه للحديد الجديد خصهم ضروري زيت ديال 75 80، 75 80 ماشي ديال 90، ماشي مهم. زيت لابواط 75 75 80، كما كتشوفوا بحال هاد الزيت هادي، ها هي 75 80، شي 75 80، هادي ديال لابواط، الزيت ديال لابواط. والفيتاس كيدوز ديك الساعة اون فوا كدير الزيت، الفيتاس كيولي كما هو، بحال لي ولا مزيان، بحال لي تقول ليتيج ديال الكابليات كيكونوا مزيرين، بحال تقول موسخين، ولا الكابليات كيكونوا مكوانسين مصديين ولا شي حاجه بحال هكا. الفيتاس كيولي قاصح، كدفع الفيتاس قاصح. ملي كدير لي هذيك الزيت ديال 75 75 80 كيولي الفيتاس ها انت. ها هذا السيد هذا جانا على حساب هذا الفيتاس، هذا هو دابا الامور مخير. ها شوف الفيتاس كي كيدوز ليبر، ها هي بصباحها. مهم الناس اللي عندهم مشكل في الفيتاس، بحال دابا كيورك هو على لومبرياج والفيتاس ما كيدوش كاع في خطره، هذاك مشكل كيكون اما الديسكو بلاطو ولا كيكون عنده مشكل في لومبرياج. كيكون لومبرياج ما كيكونش مقفل، حيت الاغلبيه ديال الحديد كيكون لومبرياج كيكون عندهم دابا ديال الزيت بالدروليك مع الزيت ديال الفران. هذا هو اللي كاين اخوتي. شي استفسار، شي تساؤل، مرحبا وتبارك الله عليكم، ودعموا القناه ديال كعبون، وحياكم الله، تبارك الله عليكم.